جمهوريات وهادو يعني لو نجي نناقش في القرن الماضي او في ظهور ستالين ولينين وهذا قد الشعوب كانت بناء على الشعارات الارض لمن يحرثها و الى اخره. بعدها سقطت بعض المملكات او فصارت جمهورية، من المملكة انتقلت إلى جمهورية. والحين شيء يبكي، شيء يبكي. فأعطيك مثل واحد، لما كانت مصر مملكة سلفت بريطانيا فلوس كم مليون جنيه، لما هي جمهورية ما تقدرش تسلف، حتى هي صارت تستلف من البنك الدولي، هي يسلفوها. هذا مثل على ما بين المملكة والجمهورية. وهذا لينين وستالين هما اللي هذا ديك الشعارات، ففرحوا العرب بالحكايات هذيك، وقات راسخة عندهم ديك الشعارات تافهة. فاتضح أنه الجمهورية لا تنفع للشعوب، بينما المملكة تنفع وخير وبركة. يؤتي الله الملك لمن يشاء. فحتى في أمورهم الجمهورية الرئيس ما بيتشالش من الحكم. لاحظ الجمهوريات الرئيس موجود يحكم، الرئيس يفضل في الحكم، دائما معدلين الدستور، دائما معدلين الدستور، يبغى لك دائما يعدلوا الدستور على اساس انه تجديد اسمه انتخابات والترشيحات. لا، هو حكمكم 4 سنوات يمشي ما يجددش. وهذا حاصل في امريكا وحاصل في فرنسا، حاصل في جميع الجمهوريات. ما رادينش يقولوا انه حكايه الجمهوريه أخطأنا فيها في الزمن الماضي، بغانا ملك يحكمنا. ملك، الملك لما يحكم يحكم بيدو، هو أب. وشوف العراق لما حكمها صدام كم سنة حكمها، وشوف حسني مبارك كم سنة حكم. فحكاية الجمهورية مع الجمهورية كله زيرو، والله يستر. وعلى فكرة جيب لي جمهورية واحدة آمنة فيها الأمن والأمان، واحدة على الكرة الأرضية كلها، أو جيب لي شعب حكم ورئيس، ها، ولما تشال من الرئاسة حبوه الشعب وما عرفش إيش هذا الشطبة والمحترقة على البحر. طمة كبرى، طمة كبرى. ولهذا الشعوب بيربيها الله سبحانه وتعالى، بيأدبها تأديب.